رأيت الله في ذا الكون ربا جميلا. أنا عرفت، لن أقول لكم إنه من بني إسرائيل، لا، إنه من بني هذه البلاد. أنا عرفت. كان يبكي بكاء شديدا، كان يبكي بكاء شديدا، كان لا يقرأ أمامه القرآن إلا وبكى وخشع وخضع. كان إنسانا عجيبا غريبا، حفظ القرآن، وكان عمره في 12 من العمر، ولكنه كبير بكلام الله جل في علاه وبعلمه بالله. كذلك أحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله. إني أحدثكم عنه وأشترط على نفسي ألا أحدثكم إلا بما رأيت بعيني وعاشرت بنفسي. والشرط الثاني، أشترط على نفسي ألا أبالغ في شيء عنه. حفظ صحيح مسلم عندي في أسبوعين، حفظ صحيح البخاري عند صاحب الثالث، كنا 3، أنا وهو وثالثنا، حفظ عند صاحب صحيح البخاري في أسبوعين. وتدرون أنا لا أعلم أنه حفظ البخاري، وصاحبي لا يعلم أنه حفظ مسلم. كان يحب الإخلاص، كان دائما يحب السري السقطي رحمه الله. تعرفون لماذا السري السقطي بالذات؟ لأن السري السقطي رحمه الله كان يهتم بجانب الإخلاص كثيرا. كان من المتميزين في دراسته، بل من الممتازين، وكان لا ينام إلا من بعد المدرسة إلى الظهر، وبعد العصر في الحلقة، وبعد المغرب في دروس المشايخ، وبعد العشاء إلى 11 يذاكر دروسه، ومن 11 كل يوم يقوم الليل إلى الفجر. لا أحدثكم بمبالغة، إنه من بنينا، من بني بلادنا. كان إذا قرأ القرآن يبكي. كنت أقرأ عن السلف أن بعضهم كانوا إذا قرأوا القرآن يخرون ويغمى عليهم، وأعلم خلاف العلماء في ذلك، ولكن لم أر ذلك بعيني إلا من هذا الشاب. نصلي يوم الجمعة فيقرأ الإمام ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، فيسقط على رأسه سقطة ظننا أنه قد مات. يصلي ذات ليلة عندي في البيت، فلما مثلت عليه مشهدا تبديليا أني قد نمت لأرى ماذا يصنع، فأتاني وأنا نائم، ثم وضع يده أمام عيني هكذا، وأظنه يعرفه، فهو كان صاحب لنا كلنا، ولكنه لا يدري عن شيء عنه. ولكن يقوم من 11، أنام وأستيقظ، وما زال في ركعة لم يركع، ثم يركع ولا يرفع. وفي ليلة أخرى يقرأ القرآن خيبا، فلما وصل إلى قول الله جل وعلا أمامي، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، بكى ثم خر مغشيا عليه، أيقظته، ثم قام وتوضأ ثم قام يصلي. فلما بلغ كلا إنها لظى نزاعة للشوى، بكى وأغمي عليه فأيقظته. فلما جاء الثالث قرأها فأغمي عليه، فما أفاق إلا بعد أذان الفجر، وما أوتر تلك الليلة يبكي. كان يختم القرآن في كل 3 غيبا في قيام الليل، وفي كل 7 نظرا في النهار. أنا أقول لا أبالغ، هذا أمامي، ووالله أنه كان يذكر الله في اليوم الواحد أكثر من 12,000 مرة، عددتهم بنفسي وأنا جالس معه.
12,000 مرة، فأسأله لماذا؟ ثم فيقول لي لا يسبقني أبو هريرة، لا يسبقني أبو هريرة. غيرة، غيرة في العبادة. وهذا ابن 17 سنة حينها لما وصل إلى هذه الدرجة. كنت أظن أنه هكذا، لا أريد، ما لا أعرف ماذا أقول عنه. كل ما مر به متن من أجل أن يحفظه أقول له أتحداك تحفظه، يقول لا تتحدى. أنا أحمس أقول أتحداك. اليوم الثاني يأتيني يسمع المتن كاسمه. إذا أخطأ 3 أخطاء لا يعتبر أنه حافظ، 3 أخطاء. هذا من التائبين، ويا ليتكم تعرفون ما ذنبه. سأقول لكم ما ذنبه. لقد كان إذا أيسنا من الشاب ذهبنا ندعو إنسان فأيسنا منه، ما عرفنا. أنا أتكلم عن نفسي، الله أعلم بغيري، وكان مجاب الدعوة أمام 17 نفر يشهدون بذلك في أكثر من موقف. كنا إذا أيسنا من شاب نقول له اذهب وادعه، والله يومين إذ بالشاب مستقيم، يمشي معه يومين بس، اليوم الأول اليوم الثاني إذ الشاب هذا في الصف الأول، سواء كان مدخن مخدرات يفعل كذا أو كذا، على طول يستقيم بإذن الله. إنها البركة، البركة. في يوم من الأيام كان يقتدي بشيخ لنا في المنطقة الجنوبية، أنتم تعرفونه، يطيل الصلاة، يطيل، فكان يطيل يقتدي بالسنة، فكان يصلي بالناس كصلاته، فجاء شايب فضربه بالعصا وهو راكع في ظهره أمامي. ثم بعد الصلاة نظر إليه ثم قال ليش ضربتني؟ لماذا تضربني؟ قال له أنت موسوس، أنت ضيل بنا. فقال له أنت بالصح، أنت فيك صحة. قال إيش عرفك أن فيه صحة لهذه الصفة؟ فقال الشاب رفع يده لله، أول ما رفع يده سقط قلبي. قال اللهم احرمه العافية حتى يعلم قدرها فيحسن الصلاة بين يديك. كانت صلاة العصر، أقسم بالله ما صلى معنا هذا ذلك الرجل المغرب، ما صلى معنا المغرب في بيته على الفراش. ثم ذهب وبعد أسابيع رأيته، قلت اتق الله، فلان في بيته على الفراش. قال أسألك بالله والله يا أخي ما أقصد. قلت ادعو له أن يشفيه. قال أسأل الله أن يشفيه والله أن الرجل صلى معنا صلاة ثانية. في الحرم كان يلبس نظارات ثقيلة. أنا أقول لكم هذا سائد من عصرنا، أعرفه صديقي أكبره ولكن في سنا، ويكبرني أحسبه عند الله والله حسيبه ولا أزكيه على الله. كانوا في الحرم وكان يلبس نظارات فأزعجته، أزعجته، يقول ما يصلح أن أذهب إلى فلسطين بالنظارات في يوم من الأيام. فذهب إلى ماء زمزم أمام الناس، أمام كانوا 17 نفر، ثم خلع النظارة ثم أخذ ماء زمزم، قام اللهم اجعله لي شفاء لنظري، فشرب، ثم قال الله أكبر ورمى النظارة أمام الكل. فاختبروه في ساعة لا يراها أحد، قال تعرف الساعة هناك؟ قال الساعة كذا وكذا بالضبط، الساعة كذا، يقرأ القرآن، النظر كشف عليها، النظر سليم 6/6. إنه الدعاء. وإذا سألني إيش؟ وإذا سألني لأعطينه. ومواقف كثيرة عندي ولكن المجال لا تكفي له. تعرفون في يوم من الأيام سألته عن ذنبه. متى سألته؟ قرأ في يوم من الأيام قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والله أنه بكى حتى كاد أن يقطع قلبي، فحضنته وقفت على رأسه. قل يقول صلى الله عليه وسلم شر الناس من سئل بالله ولم يجب، أسألك بالله ما الذي يجعلك تبكي؟ أريد أن أبكي فترة يا ناس، أريد أن أشعر بالسعادة التي يشعرها. فقال لي لقد أذنبت ذنبا في حياتي. فقلت له وما ذلك الذنب؟ تعرفون ما ذنبه؟ تضحكون على أنفسكم، أفضل لكم ذلك. يقول
وأنا في الصف الثاني الابتدائي دخلت إلى بطالة فتركت بسكوتا وأكلته وما من جسدي يموت من مات رحمه الله وهو في سن العشرين بطلقة من إنسان أخطأ فيها وهو يحرك سلاحه هكذا تبقي طلقة تخرج فتدخل في جسد هذا الشاب ويموت يموت الصالح أحسن وثلاثة يموت وانتهى الأمر ولكن ما ماتت سيرته والله لولا أنه سألني بالله ألا أخبر عنه عن اسمه لقلته ولا أظن الكثير فيعرف فأسأل الله أن يرحمه اللهم ارحمه يا ذا الجلال والإكرام.